الضوء الأزرق الصادر من أجهزة الهواتف أو من الأجهزة اللوحية يسمح للمستخدمين بقراءة لوحات أجهزتهم حتى خلال النهار، لكن لهذا الضوء تأثيرات صحية سلبية لا تعد ولا تحصى على العين وعمل المخ ومشاكل أخرى. الضوء الأزرق الساطع الخارج من شاشات الأجهزة يسبب للمخ حالة من الارتباك ويؤدي إلى صعوبة الاستجابة للنوم وخلل في نمط النوم، ويؤدي بدوره إلى ضعف الذاكرة والسمنة المفرطة بسبب قلة النوم. كما أن الضوء الأزرق له تأثير سلبي على القدرة على التركيز خلال القراءة والدراسة. أما المشاكل التي يمكن أن تصيب العيون فمن أهمها اعتام عدسة العين وتلف في شبكية العين. الحل الوحيد لهذه المشاكل كلها يكمن في إبعاد جهاز الهاتف أو الجهاز اللوحي عن الفراش خلال الذهاب إلى النوم والتقليل من استعمال الأجهزة نهاراً ومساءً.